مشاهدينا عودة لكم بمناسبة عيد الأب اليوم. في عائلة خسرت بيا، خسرت الأب الحنون يلي ضحى كرمالها، يلي وقف بسبيلهم، وقف معهم كل حياتهم وضحى من أجلهم، من أجل أولاده لحتى يكبروا ويترعرعوا ويعيشوا أحلى حياة. واليوم هالعيلة قررت أنه تقدم له أغنية بمناسبة عيد الأب. ومعنا السيدة روبا الحاج كرم، أهلا وسهلا فيك. حضرتك زوجة ابن الراحل. صح. بداية يعني اليوم رح نحكي عن أغنية يا بيي اللي حضرتك غنيتيها وعملتوها لتقدموها للراحل جوزيف كرم بمناسبة عيد الأب. يعني هالسنة كان العيد مختلف، عيد الأب مختلف عن السنين السابقة يلي قطعت. خبرينا شوي بداية مين بيكون جوزيف وكيف توفى؟ جوزيف هو عمي بيو لجوزي، كان نائب رئيس مجلس خبراء التخمين بلبنان وصاحب أوتيل سنولاند بقناة بكيش بسكنتا. توفى بكورونا، الأزمة اللي قطعنا فيها من 5 أشهر كانت كتير صعبة علينا وقاسية، خسرتنا أحن بي بالكون هو جوزيف كرم الله يرحمه. يعني اليوم في كتير عيال خسرت بيا وأمها، يعني كتير ناس خسروا أشخاص بسبب هالفيروس، واليوم أكيد بدنا نصلي لهم كلهم ونطلب من الله أنه يوقف حدهم ويوقف حدكم. اليوم عم تستذكروا الراحل جوزيف كرم بهالأغنية يلي عملتوها، أغنية يا بي. خلينا نسمعها سوا ونرجع أكيد منكمل مقابلتنا. بس خبرينا قبل، ليش قررتوا تقدموا هالأغنية؟ قررنا نقدمها هي عربون شكر لإله ووفا، لأنه هو شخص كتير عزيز علينا مع عائلتنا وخسرناه، فحبينا نقدم له هيدي الغنية تنقول له ميرسي. وأول مرة يمكن حدا بيقدم غنية لبي متوفى. يعني صحيح إنه هلأ بعد ما سمعناها للأغنية، بس بنسمع عادة أغاني فرحة، أغاني فرح لعيد البي منغني له مبسوطين فيه موجود بيناتنا، بس نحن السنة فقدناه، فقدنا أغلى شخص، فحبينا نقدم له غنية هي حزن. هو بتحس انه بعده موجود بيناتكم؟ بتحسوا بوجوده معكم؟ نحن انا بحس كأنا يعني كيف ما بعيط له بحسه موجود. نعم. بس اكيد بنفقد له بكل الاوقات بكل اللحظات، وخصوصي هلا بعيد البي يعني كثير فاقدين له، كثير مضيعينه وبنشتاق له كثير. خبرينا اكثر عن علاقتك معه هو شخصيا، يعني هو منه بيك بس مثل بيك. هو بي الثاني، يعني علاقتي فيه هو بي مع بنته. نعم. يعني ما كان فيه هيدا البعد أبداً، كان علاقة بي وبنته، وموته أثر فيه كتير، يعني كأنا يعني كأني بنته الحقيقية. هو كان عطول يقول لي أنا عندي صبيان والله ما رزقني بنات، بس أنت بنتي، هيك كان عطول يقول لي. وأنا فعلاً خسرت بي تاني لإلي. خبرينا أكتر هيك، كيف توصفي، كيف تتذكريه اليوم، وشو هي صورة الأب اللي طبعها فيك؟ هو السند بعائلتنا، هو سند للعائلة الصغيرة ولعائلتنا الكبيرة. هو توفى بيه كان صغير، وكان هو كل شيء بحياة إخواته ببيته، وصار لقلنا كمان السند الثاني. هو صاحب القلب الكبير. نعم. هو البي المثالي لأولاده اللي ضحى كرمالهم وكبرهم وتيكونوا قدامه شباب كبار. وفي مثل بيقولوا للبي، يعني البي اللي بتطلب منه نجمتين وبيرجع جايب لك حامل السما كلها. نعم. هيدا هو عم جوزيف. يعني اكيد تحيه تقدير واحترام لكل بي عم يبذل من حاله بسبيل ولاده. واليوم كمان بدنا نصلي على نيه كل الاباء يلي توفوا وعلى نيه ولادهم لحتى يقدروا يكملوا من بعدهم. يعني هالسنه كان عيد الاب مختلف مثل ما قلنا مع غياب جوزيف كرم. كيف كنتوا تعيشوا سوا كعائله مسيحيه، واليوم كيف تتذكروا؟ قبل كنا نعيش، يعني بتعرف العيد بيكون مثل عيد الام، نجتمع كلنا نعيد عيد البي، جاتو فرح وبسط. هلا صار العيد مختلف، صار في غصه بقلبنا، صار في حرقه، صار في ضياع، صرنا بنلتجئ لبينا السماوي. اليوم هو بحل محله. أكيد أكيد.
روبا رح نسمع ترتيلة صارت جاهزة ومنرجع منكمل لقائنا. من يوم
رباء الله يرحمه مرة تانية. مرسي. والله يقويكم يعني بهالفترة اللي عم تقطعوا فيها، فترة كتير صعبة على كل العالم، فكيف إذا الواحد خسر شخص كتير قريب على قلبه؟ يعني هالعمل نابع اليوم عن تقديركم ومحبتكم للراحل جوزيف كرم، وعم نشوف انه هيك تصور باماكن خاصه فيه له، خبرينا اكثر. نحن اول ما قررنا نعمل الكليب حبينا يكون بالمطارح اللي هو اكثر شيء كان يحبها، كان يرتاح فيها، اللي هو الاوتيل اللي تعب تعمله وعمره واسسه، بالمكتب اللي كمان كبر فيه من هو بصغير عم بجاهد فيه، وبالآخر بالمسوى الأخير برعايته ببسكنتا. يعني هالعمل من تصوير وإخراج زميلنا توني مخول، من الوجه له تحية، بس كمان في ناس آخرين ورا هالعمل، خبرينا عنهم أكتر، مين لحن، مين كتب كلمات؟ بدي أشكر كل شخص كان معي بهيدا المرحلة، توني مخول لأنه تعب وضحى كمان معنا تطلع عمل كتير حلو، كلمات مارسيل مدور، والحان وتسجيل استوديو إلي سابا. بدي أشكرهم كتير على هالعمل اللي طلع عن جد مميز، وقدرنا نقدر فيه عمو جوزيف. أكيد يعني اليوم يعني الواحد مثل ما بيقولوا ما فينا نرد جميل أهلنا، بالأغنية كمان عم تقولي له سامحني يا بيي جميلك ما رديت. يعني هالشخص يلي هو عمود العيلة تبعكم، جامع كل العيلة، ضحى بسبيل هالعيلة وعطى من حاله لإلكم، اليوم كيف بتكملوا من دونه؟ ويعني كيف بدكم تردوا له الجميل؟ يعني بيقولوا انه الجميل لما منضل كلنا ايد وحده مع بعضنا متحدين، وهو من فوق شايفنا وهو اكيد معنا، ونحن على طول بنتذكره بكل شيء بحياتنا. اكيد يعني الله يضل جامع هالعيله ويضل فوق راسكم. حضرتك ايضا عملت ترتيله لمار شربيل، وهيك عندك موهبه وصوت كثير حلو مثل ما سمعنا، وكان الراحل كثير يقدر لك هالموهبه ويحب صوتك، هيك شو بتقولي بهالسير؟ كان كثير يضل على طول كل ما اكون عندي ريسيتال او عندي شيء مناسبه بالكنيسه يحب يجي، بيجيب اصحابه ويجي ليتسمعني، ينبسط ويفتخر فيكي. اكيد مرت ابني هيك يعني كان يحب كثير، وعلى طول يقول لي ودي لي فيديوهات شو بتعملي، كان كثير مبسوط، نحن بنفقد له كثير. يعني كيف تتذكري اليوم هيك بيومياتك؟ بكل لحظه بشوفه فيها، بالأوتيل بشوفه، بالبيت بشوفه، بالولاد بشوفه، الولاد كمان فاقدين له، بشوفه بكل لحظة بحياتنا، وهو أكيد عم يعطينا القوة من فوق. شو بتوجهي رسالة لكل شخص فقد حداً عزيز على قلبه؟ خاصة فجأة يعني بفيروس كورونا، بظروف مفاجئة، يعني بتقولي إنه الدنيا مش عادلة وكيف هيك فجأة راح؟ وما قدرنا نودع كمان، هيدي هي. أنا في دفن وما في عزا، بكلمة سامحني يا بي جميلك ما رديت، هي إنه ما قدرنا نوقف حده بلحظة اللي توفى فيها، ما كنا حده. والمستشفى يعني كان لحاله وتوفى لحاله، كان كتير صعب الموقف، يعني انه المستشفيات ما عم بيخلوا حدا يفوت. صح. خبرينا اكثر عن هالموقف، واليوم في كثير كمان ناس بمطرحكم هلا هن موجودين وبخافوا يمكن انه يصير معهم نفس الشيء، يغيب هذا الشخص عنهم وهن مش قادرين يتواصلوا معه حتى. صح. انا بقول نحن اولاد الكنيسه، نحن اولاد الرجاء والقيامه، ويسوع قال انا هو الطريق والحق والحياه، من امن بي وان مات فسيحيا. يعني نحن لازم كلنا يكون نظرنا على ربنا، ربنا هو أدرى بحياتنا وبحياتنا معه. أكيد فعلاً، يعني المسيح قام ومشيئته هي اللي بتصير بحياتنا. صح. هيك كلمة أخيرة لإلك، بمناسبة عيد الأب، شو بتوجهي له للراحل جوزيف كرم؟ كلمة شكراً ما بتكفي على كل شيء عمله معنا، والمحبة كمان ما بتكفي. أنا بدي أقول له إنه اشتقنا له كثير، وغيابه مأثر فينا كثير، ونحن كثير بنحبه، والولاد كثير اشتاقوا له. ما في اكثر من هيك، وبنصح كل عائله يضلوا مع بعضهم ويحبوا بعضهم، لانه الوقت كثير قصير، وما حدا بيعرف عن جد ايمتى بيجي السارق وايمتى بتجي اللحظه اللي بنكون بنفترق كلنا عن بعضنا، نخلي العلاقه حلوه.
أكيد يعني الله يرحمه والله يقويكم، وإن شاء الله هيك بتضلكم عائلة مسيحية متمسكة، وأكيد هو سهر عليكم من فوق، ملاك لإلكم بالسماء. ربا الحاج كرم، شكرا لك إنه عم تشاركي معنا هالتجربة، وشكرا للأغنية اللي قدمتيها بعيد الأب، هالأغنية اللي فينا من خلالها نتذكر الراحلين كمان، مش بس هيك كلها تكون لحظات فرح، كمان العالم عم تقطع بأيام صعبة اليوم والعالم حزنانة. شكرا لأنه شاركتونا هالعمل، وبدنا نقول لعائلته الله يقويكم ويضلهم بصحتهم كلهم. مرسي. أهلا وسهلا فيك. مرسي لألكم على استضافتكم. أهلا وسهلا.